بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونسعد الله مساءكم بكل خير من قناه درمان قناه الحرير وجمال ارتقيكم اليوم. في الوقت الذي تطمح فيه البلاد الى الاستقرار والسلام، تتدهور الاوضاع الامنيه والمعيشيه بولايه جنوب دارفور مره بعد مره، مما ادى الى توتر واسع خيمه تحديدا على مدينه نيالا عاصمه الولايه. في الأيام الماضية شهدت الولاية أحداث ثلب ونهب وحوادث عدة راح ضحيتها عدد غير قليل من الأرواح والأنفس. هي أحداث متفرقة لكنها تنذر بخطر وتؤشر إلى أن جنوب دارفور لا زالت بعيدة من إيقاع رصيفتها اللائي ينشدن الاستقرار ويتهيأن لعرس السلام المحتمل، على الرغم من أن الولاية هي الوحيدة التي شهدت انعقاد أول اجتماع لمجلس السيادة في شهر أغسطس الماضي. للوقوف على الرهن هناك، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم عزيز السودان تحية واحتراما. نتحدث عن حلقة بعنوان جنوب دارفور، هل من تغيير بعد الثورة؟ رحبوا معي بضيوف الكرام داخل الاستديو الباشمهندس عبد الله الدوما، أمين أول المؤتمر الشعبي بولاية جنوب دارفور. مرحبا بك باشمهندس. عبد الرحمن مرحبا بك. عليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا بكم. كما ايضا رحبوا بي معي بالبشمهندس عيسى باسي، معدن من ولايه جنوب دارفور. مرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بك ان شاء الله. سعيدين ان نكون معكم في هذه السانحه وان نناقش هذه القضايا جمله، ونقف على الاوضاع في جنوب دارفور الراهن الموجود فيها الان. بشمهندس، لو بدانا الحديث عن جنوب دارفور، معروف انه الثروات دائما في باطن الارض هي محل لكثير جدا من التوترات بعد ما تأتي تصبح موجودة في سطح الأرض أو تكتشف، على الرغم أنه هي الشغل الشاغل لكثير من الولايات بحكم أنه هنالك دوما قسمة قد تكون بين المركز والولايات في هذا الاتجاه. ولاية جنوب دارفور ظهرت فيها ربما يكون بعض الثروات الآن في باطن الأرض، وأنت قريب من هذا الملف، حدثنا عن الثروات في ولاية جنوب دارفور. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يعني شكرا للاخوات على هذه السانحه وعلى هذه الاطلاله عبر يعني فضائيه دمدرمان، واحنا يعني شاكرين ومقدرين لكم هذه السانحه. حقيقه ولايه جنوب دارفور واحده من الولايات الكبيره في السودان، وولايه حقيقه تصغر بموارد ضخمه. هذه الموارد سواء كان الموارد السطحيه او الموارد في باطن الارض، وحقيقة يعني هذه الموارد يعني بتتوزع في جميع الاتجاهات في ولاية جنوب دارفور، بدءا من قمة جبل مرة اللي بتغطيها محليتي شرق جبل مرة ومحلية كاس الواقع ضمن حدود سلسلة جبل مرة، امتدادا بالمناطق الوسطى سواء كان شمال نيالا او شرق نيالا، ومن ثم حتى الحدود الجنوبية مع دولة جنوب السودان في محلية الردوم. حقيقة ظهر الحمد لله يعني كميات معقولة من معدن الذهب بواسطة المعدنين الأهلين، ويعني حقيقة هذا المورد يعني أضاف يعني إضافة كبيرة لدخول المواطنين، وخاصة أنه جنوب دارفور ولاية تفتقر إلى المشروعات التنموية اللي ممكن يستوعب طاقات الشباب وطاقات المنتجين، وبالتالي يعني وجود معدن الذهب ودخول المعدنين الأهليين وكل حاجة تم اكتشافها عن طريق المعدنين الأهليين واستوعبت يعني أعداد كبيرة ليس من أبناء السودان كافة، يعني حقيقة استوعب أعداد كبيرة واعداد معتبره، وبالتالي يعني رفض ميزانيه الدوله يعني مبالغ معتبره، والامر يحتاج حقيقه الى نوع من الترتيب ونوع من التنسيق حتى يتم يعني الاستفاده من العائدات بصوره مرتبه. باشمهندس عبد الرحمن الدوم، كثير من الاحيان مناطق التعدين الاهلي تعاني من كثير جدا من المشكلات، المواطنين اللي فيها بيشتكوا الاستخدام غير رشيد لمسألة السيانيد والزئبق والمسائل دي، وشهدنا ذلك في جنوب كردفان في الشمال السودان ايضا في الولايات الشماليه وخلافها، وكثير ما جعلت الاحتكاكات بين المواطنين في المناطق والشركات
الموجودة في التعدين تصبح هي واحدة من المشاكل التي جعلت هذا التعدين غير مستغير. كيف تنظر الآن للتعدين في جنوب دارفور تحديدا في ظل المشاكل دي؟ هل اتعظت هذه الولاية من الآثار والمشكلات التي وقعت في ولايات أخرى، ولا هي تذهب الآن ولا تضع لهذا الأمر اهتماما حتى تقع في ذات الأخطاء التي وقعت فيها الولايات من قبلها؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ولاية جنوب دارفور أنا بعتبرها يعني كاليفورنيا السودان، بتتميز بجملة من الميز اللي هي الموارد الاقتصادية، خاصة إذا أخذنا فيها ولاية فيها ثروة حيوانية يعني كبيرة، فيها مناخ زراعي بشقيه الشتوي والخريف يعني برضو بمساحات كبيرة ومناخات مختلفة، بجانب يعني اللي هو المعدن الذهب الذي يعني ظهر أخيرا في السنين الفاتت. تقريبا أولى منطقة ظهرت فيها اللي هي منطقة سونغو، وهي منطقة يعني واعدة ومنطقة واسعة فيها بما فيها منطقة حفرة نحاس وغيرها، وأخيرا في بواخر هذا العام اللي هي ظهر منجم اللي هو كنير، وهو منجم أيضا متفرد بنسبة إنتاجه. وأنا أقول الدولة السودانية فاقدة دورها تجاه رعاية اللي هي الموارد الطبيعية الموجودة والمتاحة في مساحة السودان الكبيرة وخاصة في جنوب دارفور. أفتكر أنه آن الأوان أن الدولة تلتفت لمثل هذه الموارد، وآن الأوان أنها يعني توفر لها الطرق العلمية والطرق الحديثة بالنسبة لاستخلاص الذهب والتخلص من المضار اللي الأثار السالبة بالنسبة للتعدين الذهب باستعمال بعض المواد السانيد، أو حتى مسألة بتاعت اللي هي الزئبق. جنوب دارفور حتى الآن بنفتكر التعدين اللي فيه اللي هي المواد الضارة موجودة في منطقة سونغو، وهي محتكرة لشركة الجنيت تقريبا. وأيضا أما منطقة كدنير هي منطقة جل التعدين يستعمل فيها اللي هي مادة الزئبق. افتكر مادة الزئبق يعني مادة ليست ضارة بالشكل اللي هي المقدر على الطبيعة وحتى على حياة صحة الإنسان وكذا، لكن المنطقة الوحيدة اللي هي فيها في منطقة اللي هو سونغو وتحديدا في معدن أغبش، هي الشركة الوحيدة اللي يبدو المحتكرة هناك تعدين بالمواد الضارة هي شركة الجنيت تقريبا. وبنفتكر انه يعني الدولة، انا سمعت لحوارات كثيرة جدا وزارة الطاقة تحدثت في هذا الجانب، وافتكر يبحث الوزارة عليها ان تبحث وتقوم بدورها توفر المادة التي يعني ممكن تعود بالنفع بالنسبة للمعدنين وفي نفس الوقت قليل المضار. وايضا على الدولة او على وزارة الطاقة والتعدين عليها ايضا ان تبصر المعدنين اللي هي التعدين البلدي او التعدين اللي هو التقليدي، انه يبصرهم الناس بمخاطر المواد المستعملة بطريقة التعامل مع هذه المواد. كل هذه الإجراءات المفتكر دور يقع على الدولة، هو دور مفقود خلاف الرسوم، دور توعوي. أي دور توعوي مفروض الدولة تقوم توعي الناس، تصل المعدنين في مواقعهم في جغرافيتهم في خلاهم. المناطق دي هي يعني خلا تقريبا، يعني لحد الآن ممكن نقول إنسان جنوب كردفان يطمئن إلى مسألة الآثار اللي ممكن تكون نشأت من قبل سواء كان في جنوب كردفان أو في الشمالية ولا خلافه. والله جنوب دارفور زي ما ذكرت لك المناطق اللي ظهرت فيها تعدين اللي هي في الجزء الجنوبي الشمالي الغربي، إن كانت في منطقة أمليونة أو منطقة رومالية أو أخيرا في منطقة كدنير، أو حتى المواد الضارة اللي فيها مخاطر حقيقية هي موجودة في منطقة سونغو أقصى الجنوب، وهي منطقة نائية. لكن عادة المخاطر دي يعني تمتد، لأنه طالما هناك في حركة بتاعت حياة وصلت هذه المناطق أكيد حتتأثر، خاصة حركة الرعاة وهم يعني في الصيف داخلين على البحر مرورا بهذه المناطق. نعم. أكيد طبعا الأثر حينتقل عبر تعاطي هذه المواد مع المواطن أو الحيوان، فالضرورة تقتضي أن الدولة لابد أن تضع الحسبان لمثل هذه وتضع يعني أسس وقوانين وضوابط تنظم التعاطي مع التعدين إن كان تقليدي أو تعدين بواسطة المواد الضارة. دعني أنتقل للبشمهندس عيسى باسي. بشمهندس، لك أن تضيف في مسألة السلامة وتحقيق السلامة، لكن أريد برضو أن أضيف نقطة أخرى. هنالك دوما حديث عن
اقتسام الثروة والسلطة هو ظل واحدة من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها السودان، وربما يكون هي واحدة من أسباب الصراعات في كثير جدا من المناطق في ظل النظام البائد وكل العصور السابقة. الآن إلى حد كبير في ظل هذه الثورة نريد أن نتجه إلى النظر بطريقة علمية لمسألة تقسيم الثروة والسلطة، ولك أن تضيف في ذلك. لكن مبدأ، هل لك إضافة في مسألة السلامة؟ وأنت رجل لك علاقة بهذا الملف ومعدن تشتغل في هذه الاتجاه الآن. حقيقة أنا أشكر الباشمهندس على حقيقة يعني ذكره للأسباب وحقيقة مشكلة اللي بيأثر من ناحية الصحية ومن ناحية بيئة. وأنا أعتقد أنه يعني مشكلة التعدين حقيقة يعني عنده مشاكل من جانبين. يعني المشكلة الأولى حقيقة مشكلة تعامل المعدنين والمجتمع مع عملية التعدين، لأن الخبرات ضعيفة، وبالتالي يعني تعاملهم يعني بطريقة غير علمية، وخاصة يعني في مرحلة قلع الحجر من الآبار، لأنه يعني اتضح أنه لو ضرب أي حجر أو شريحة بتاعت حجر يعني يمكن أن يتسبب في جرح لن يندمج إلا خلال 6 شهور، وهذا يعني أنه هذه الحجار بتحمل بعض المواد السامة. دي واحدة من المشاكل. المشكلة الثانية حقيقة غياب الدولة. غياب الدولة في العملية التنظيمية ومساعدة المعدنين فيما يختص بكيفية التعامل مع عملية التعدين من الحفر أو من الاستكشاف ومن الحفر ومن ثم استخلاص المعدن والتخلص من النفايات. يعني ده 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 مشكلة حقيقة يعني له أثر سالب جدا على وعلى الآثار البيئية. بالإضافة إلى ده كله، هذا الغياب يعني بيؤدي إلى أنه يحدث كمية من الإشكالات، سواء كان بين المعدنين فيما بيناتهم، وعلى الرغم من أنه يعني المعدنين عندهم أعداد وتقاليد وعندهم نظام وعندهم لوائح بيلتزموا بها، متفقين عليها، وبالتالي بيتعاملوا معه وبيعالجوا قضاياهم بعيدا عن القانون، لأنه ما في قانون. يعني المشكلة أنه ما في قانون ينظم هذا الأمر. الشيء الآخر، أحيانا التدخلات السالبة للدولة بدل ينظم، حقيقة هذه التدخلات بتؤدي إلى نتائج عكسية تماما. أنا بقول الكلام ده وأنا يعني قادم من محلية شرق جبل مرة من منجم كدنير اللي أشرفنا عليه منذ البداية إلى أن تم إغلاقه بقرار، حقيقة بنفتكر أنه قرار ما سليم، أصدره والي ولاية جنوب دارفور، قرار رقم 81 لسنة 2019 بتاريخ 3 أكتوبر أغلق هذا المنجم لأسباب حقيقة ما مقنعة. ما هي الأسباب التي أدت؟ يعني نتيجة لحدوث مشكلة أمنية بسيطة، وكل هذه المناجم فيها الإشكالات الأمنية. لكن ما يعني استشفيناه أنه حقيقة هو ضغط في أنه يكفل هذا المنجم، وقدر ما اجتهدنا في أنه يفتح المنجم رفض وتزرع بأسباب باعتبار أنه هو تلقى توجيهات من جهات عليا ولذلك لا يستطيع، ولذلك هذا واحد من الأسباب الذي يعني جعلنا أنه نأتي إلى الخرطوم لنرى أين هي الجهة العليا اللي أغلق مثل منجم كبير. وهل يمكن يكون الإغلاق أيضا هو جزء أساسي من ترتيبات السلامة والمسائل المتعلقة بالبيئة وخلافه مثلا؟ الأمر لم يكن كذلك. إذا كان الأمر للسلامة والبيئة يجب ألا يخصص القفل بمنجم واحد، لأنه الأساليب المستخدمة في منجم كنير هي نفس الأساليب المستخدمة في كل مناجم السودان، بالتالي أن يعني القفل يعني به منجم محدد، إحنا تفسيراتنا له بيختلف تماما. تفسيراتنا له لأنه عندما يتم إغلاق المنجم بالدواعي اللي ذكره الأخ الوالي في أنه هو يريد أن يجفف المنجم والموارد من المتمردين كما ذكر، اللي هم فصائل الحركة الموجود اللي نسق، لكن الآن يعني يتم إحضار المادة الخامة من جبل مرة ويمنع أنه ما يتم معالجته في كنيرة اللي بيبعد من الآبار 8 كيلو
لكن مسموح به أن يعالج في أمبادر على بعد 500 كيلو في كردفان نفس الحجر، وبالتالي وكذلك في مناطق أخرى شمال نيالا. ونحن نعتقد أنه ده حقيقة أمر إحنا يعني بننظر له في اتجاه التمييز في التعامل بين مواطني الولاية الواحدة وبين مواطني الدولة الواحدة. دعنا نشترك باشمهندس عبد الرحمن الدومة في هذه المسألة. باشمهندس عبد الرحمن، هي أنا ذكرت للباشمهندس عيسى أنه مسألة التقسيم سواء كان للثروة أو السلطة واحدة من المشكلات الكبيرة التي عانت منها كل الولايات في العهد البائد. الآن كان ما يشير في حديثه أن هنالك دواعي مظلمة، ويتحسس المواطن في هذه المنطقة أن هنالك الظلم قد يقع على بعض الجهات خلاف الجهات الأخرى. هل لا زالت هذه المسائل تسير كما كانت عليه في الماضي؟ نأسف أنه جمهورية السودان يعني الآن دولة تدار بنظام اللي هو اللامركزي أو الفيدرالية، لكن كثير من القضايا وكثير من الملفات ترجع إلى المركزية، وهذا عيب وقدح في الممارسة السياسية في ظل حكومة أو في ظل نظام فيدرالي. ودي سانحة، يعني مفتكر لابد إذا ناس تحدثت عن الفيدرالية، الفيدرالية عندها صلاحيات، عندها حدود، عندها مبادرات، عندها ملفات تديرها في حدود تنمية المنطقة وكذا، لكن أن تتدخل أيادي من خارج الولاية في حدود فيدرالية ولاية ما كما حدث الآن في منطقة كرنير، أفتكر هذا يعني بديه بعده اللي هو البدي فيه قدح، وبنفتكر دي برضها واحدة من النواقص وواحدة من اللي هي الأمور اللي إحنا بترجعنا لورا. كلما ننحط بنظم حكومنا إلى الأمام إحنا نرجع للأسف إلى الوراء ويجرنا المركز دائما. ومن هنا أنا أقول يجب أن تعطى النظام الفيدرالي كامل صلاحياته كامل حقوقه، وبالتالي الولاة عليهم أن يتمتعوا، وأرجو أن لا يعني يعرفوا حدودهم وصلاحياتهم ويتمسكوا بهذه الصلاحيات وبهذه الحقوق، حتى يعني لا تضار ولايات بعينها، حتى لا تضار ملفات بعينها. ودي منقصة في ممارسة الحكم الفيدرالي في السودان للأسف الشديد. أرجو ونحن الآن على مشارف حوار كبير في جوبا يعني يدفع بكل أنا بسميهم الثوار دائما قوة الثوار والقوة الحكومة الحاكمة تقريبا، نسأل الله أنه بقفل ملف السلام تنتفي كل هذه المركزية، تنتفي كل هذا التغول اللي بيحصل في بقزم صلاحيات اللي هو الحكومة الفيدرالية أو الفيدرالية في أي ولاية من الولايات وفي أي ملف من الملفات. فأنا نحسب أنه يعني هذه واحدة من الظواهر السالبة اللي بتأثر كثير جدا في تطور نظمنا الحاكمة في السودان. تظل هذه رسالة من هذا البرنامج من هذه القناة تحديدا للسلطات المعنية في ولاية جنوب دارفور، أن هذه الملفات وهذه الخيرات ربما يكون الآن فيها كثير جدا المشكلات التي تعيق أن يتمتع الإنسان والمواطن بصفة عامة ويشعر بالقسمة العادلة للسلطة والثروة ما بين المركز والولايات. نأمل أن جنوب كردفان أو جنوب دارفور سوري تجد نصيبة من كل الخيرات التي تتمتع بها سواء كانت بترول أو خلافه. باشمهندس، النسيج الاجتماعي في ولاية جنوب دارفور تعرض إلى هزة وضربة عنيفة جدا في فترات طويلة كانت معظمها ناتجة عن الصراعات القبلية، وما استغرت إلى حتى بعد ذهاب النظام البائد والناس الآن موجودين في عهد شعارات الحرية والسلام والعدالة، لكن حتى هذه اللحظة نجد أن هذه الصراعات إلى حد كبير ممكن تكون هي موجودة أو نائمة على الأقل. كيف تنظر النسيج الاجتماعي الآن في جنوب دارفور؟ حقيقة المجتمع جنوب دارفور كان مجتمع حقيقة منسجم تماما. نعم. والنتيجة لظروف الحرب اللي مرة وتم استغلال حقيقة يعني الحلقة الضعيفة في دارفور اللي هي الحلقة العلاقات الاجتماعية، وبالتالي تم يعني تشتيت مجتمع دارفور والوصول بالأمر إلى مقاتلة يعني وصل حد أنه قبيلة في نفس القبيلة يعني بطن في بطن يعني يصلوا مرحلة الصراع يعني.
التغيير اللي حصل في السودان احنا بنفتكر انه كان مطلوب وكان جاء في وقت مناسب، لكن حتى هذه اللحظه نحن في 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 دارفور ما حسينا انه حدث تغيير، لانه ما زال اداره البلد يعني يدار بنفس العقليه السابقه. يعني وكذلك يعني كثير من الاشياء والمؤثرات ما زالت قائمه، لانه النسيج الاجتماعي كي يكتمل هنالك اشياء لابد من ان يتم ازالته. اولاها السلاح المنتشر بكثره. يعني عمليات جمع السلاح الذي تم في المرحله السابقه حقيقه تم بطريقه انتقائيه. يعني تم جمع السلاح من بعض وبعض اخر لم يتم الجمع منه بحجج حقيقه غير مقنعه. وبالتالي وجود السلاح عند طرف وطرف اخر يعني خالي من السلاح، بالتالي الذي يمتلك السلاح في اعتقاده انه ما زال هو مسنود بالدوله ومحمي، وبالتالي بيرتكب ممكن يرتكب جرائم وهو بفلت من العقاب لانه ما في جهه بتابعه. بالتالي هذه واحده من المشكلات الكبيره اللي محتاج حقيقه لعلاج جذري. لكن يا باشمهندس السلوك بتاع التغيير نفسه، هل هو سلوك بتاع مؤسسات ولا سلوك افراد؟ نحن الان بنتحدث في مجتمع، اذا ما علاقه المؤسسات الموجوده بالمجتمع؟ الان اللي يتقاتل بيتقاتل المجتمع والاحتراب عند المجتمع، على الرغم من الدوله التي كانت تسبب هذا الاحتراب وهذا الاقتتال قد ذهبت مهب الريح. يعني الدوله هي دوله، الدوله تستطيع ان توقف المواطن عند حد. نعم. اذا الدوله اصدر قرار ارمز داون في لحظه واحده كل من يمتلك سلاح غير شرعي انه يضعه، انا اعتقد الدوله عنده القدره في انه يحسم هذا. طيب لماذا لا يكون هذا الاحساس هو احساس المواطن في انه الان يتخلى عن هذه الاساليب القديمه ومساله الاحتراب والاقتتال وينهض مع عامه ولايه السودان التي تبحث الان عن تغيير شامل وكامل؟ حقيقه دايرين نقول انه عمليه وجود السلاح في ايدي المواطن عند البعض اصبح مصدر رزق، وبالتالي ليس من السهل ان يتركه اذا ما وجدوا له بديل ذاته. يعني ده هذا جزء. الجزء الاخر انه الدوله هي ان قررت في انه تجمع السلاح وبالفعل اصدرت القرارات وحاكمت بعض الناس، انا متاكد انه هذا الامر يعني بيتحسن بسرعه جدا. يعني لكن احيانا عندما تتزرع يعني مؤسسه من المؤسسات المعنيه بالسيطره على السلاح بحجه انه هؤلاء الذين تركنا لهم السلاح هم يعني اصحاب مال واصحاب بهائم حماية لماله إنابة عن الدولة، وبالتالي هذا صاحب الماشي أو صاحب الجمال أو صاحب البقر الذي يتحرك من موقع لآخر بالتأكيد هيحتك مع المزارع المستقر في زرعه، وبالتالي هذه هي المشكلة الحقيقية اللي بتواجه الناس. ولذلك يعني عملية حماية ممتلكات المواطن هي مسؤولية الدولة وليس مسؤولية المواطن. نعم بالضبط. باشمهندس عبد الرحمن، جنوب دارفور او ولايات دارفور كلها هي الان بها مجموعات من او حواضر للحركات المسلحه، شهدت بعد التغيير توتر الى حد كبير ما بين مجموعه الحريه والتغيير والحركات المسلحه الموجوده في الجبهه الثوريه. هل ثمة علاقه بين هذا التوتر والاوضاع الان في جنوب دارفور على الارض، بحكم انه جنوب دارفور تشهد عدد من معسكرات اللاجئين والنازحين، وهذه المعسكرات هي فيها بالضروره حواضن لبعض حركات الكفاح المسلحه التي تحمل السلاح، فهل لهذا الامر علاقه؟ والله مساله الامن في ولايات دارفور وجنوب دارفور تحديدا هي مساله مرتبطه بالسياسه العامه بتاعت الدوله، خاصه في العهد البائد. كل الصراعات القبليه دي هذه قناعه بالنسبه لي انا، كل لانه انا شهدت صراع في المنطقه اللي انا كنت فيها مسقط راسي. يعني قبيله عندها دوشكا وعندها عربات وعندها مدافع، دوله تملك بنفس المساله دي كلها في سوق واحد، تحصل مشكله الدوله تنسحب تخلي المواطنين في معركه. يعني انا وصلت لقناعه انه ما دار من اشكالات قبليه في دارفور كلها هي صناعه بتاعت مركز
أن المركز كانت بإمكانها تفرض هيبة الدولة، لأنه عندنا مشكلة دونغو. دونغو برضو حصلت في محليتنا، معركة دونغو دي. الحشد الرسمي اللي تم من الدولة لمجابهة المعارضة حجم كبير جدا، كفيل في أنه يوقف أي صراع قبلي على مستوى دارفور كلها، فضلا عن جنوب دارفور. طالما الدولة تضع حساب وتضع هيبة للثوار المسلحين، ولا تضع هيبة ولا اهتمام للصراعات القبلية، أنا أفتكرها أولى أوليات الدولة الأمن. المرغب يقول الذي أضعهم من جنة أمنهم من خوف، أولى أوليات الدولة الأمن، ثم تأتي من بعد اللي هي المعاش وما صاحبها من الخدمات الأخرى. فالصناعة بتاعت الأزمة بتاعت الأمن ممثلة في الصراعات القبلية، ممثلة في التفلت الموجود، دي الصناعة بتاعت الدولة الفاتت. وأنا أحسب حتى الآن هذه الحكومة ما تسمى بحكومة الحرية والتغيير، كما صرفت الحكومة الأولى أهلي دارفور وأهلي الهامش بالصراعات القبلية، أيضا الآن هي رايح تصرف الناس بصراعات الحزاب، يعني الأحزاب المكونة أيضا نفتكرها ما متسقة. الأدوار تجاه سلامة المواطن، تجاه الأمن، أيضا القرارات طلعت اللي هي جردت المؤسسات الأمنية من أنها من أي حصانة من أي دي برضها أدت مساحة في أنه المؤسسات الأمنية الموجودة، أي فرد في مؤسسات الأمنية تحتاط لنفسها، لأنها ما أصبح الفرد في أي مؤسسات الأمنية يعني عنده حصانة، عنده حماية، عنده كذا، بعمل ألف حساب في إقدامه تجاه أي مشكلة بتحصل. حصلت خروقات أمنية الآن، يعني في عربات بقت ظاهرة عربات تسرق في مدينة نيالة، شهدنا الأسبوع اللي فات وقبله في حالات بتاع التفلت في وسط الشارع تعدي على بعض الناس، مثال الدكتور الذي قتل، الدكتور رشيد يعني قتل في الأسبوع اللي فات في بيته، وحالات كثيرة جدا. يعني هي النزر بتاع تفلت أمني حقيقي يعني رايحة تظهر في ولاية جنوب دارفور. أنا مفتكر الدولة هي قادرة في أنها تفرض هيبتها، وبفرضها للهيبة تستطيع أنها تؤمن الناس، وبتأمينها للناس بنفتكر دي مسؤولية يعني ليست منا من دولة، وليس دي مسؤوليته. فالآن يعني هذه الحكومة أيضا يعني بنفتكر في الجانب ده هي الآن منشغلة في محاصصات الولاة، منشغلة في محاصصات الوزارات، منشغلة في قضايا كما نراها هنا في المركز، أيضا هناك في بعض القضايا هامشية بتسعى فيها، لكن دارفور عندها خصوصية. القوى السياسية الأخرى أيضا ساهمت في كثير من سد بعض الثغرات، يعني كمؤتمر الشعبي ساهمنا قبل فترة في معالجة أزمة اللي هي المرور، ضيق الشوارع وكثرة العربات، ساهمنا دون إفصاح شكلا، لكن ساهمنا يعني باعتبارنا جزء من المجتمع، باعتبارنا جزء من المواطنين، ساهمنا بفكرنا وساهمنا بجهدنا في الجانب ده. وإحنا ما ندخل الجهد فيما هو يعني صالح، يعني في أي مصلحة، في أي موضوع يرجع بمصلحة عامة بالنسبة للمواطن وللحياة العامة في ولاية جنوب دارفور. لكن نؤكد أنه على الحكومة أن تعيد النظر في مسألة هيبة الدولة تجاه أمن وسلامة المواطن في ولاية جنوب دارفور، في مدينة نيالة تحديدا، وخاصة في 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 بردت هناك صراعات بين الراعي سنأتي لهذا. الأسلحة إن شاء الله. الأسلحة لم تجمع، أنا من ابن البلد، لم تجمع الأسلحة، لأنه ما في ما ما ما, ما يطمئن المواطن في إنه الدولة تحمي، يعني الولاية كانت صرحت أو الحكومة صرحت إنه أي يعني سرقات للمواشي وللبهائم الفزع على دور الحكومة، لكن شاهدنا سرقات عدة لا فزع من الدولة، ولكن بالتالي المواطن يعني أصبح مجبر في إنه يحمي نفسه بنفسه، يعني يخفي أسلحته ويحمي ماله ونفسه وعرضه ومصالحه عند الضرورة. سنأتي ومضيئة لهذا النقطة. باشمهندس، ذكرت في بداية حديثك أن هناك متفلتين أو حتى السلاح أصبح هو مصدر رزق لبعض الجماعات. شهدنا في مدينة نيالة هي حاضرة الولاية حوادث كما ذكر الآن الباشمهندس، حادث الاغتيال للطبيب، مش عارف عدد من الحوادث الأخرى المنتشرة، مساجين حاول الهروب، حصلت بعض الحوادث داخلهم، تم يعني فقدت فيها بعض الأرواح. لماذا يعني هذا التفلت
الذي الآن يضرب المجتمع مع ظل هذا. أنا دائما أركز على التغيير، بأنه التغيير أصلا هو ربما يكون إلى حد كبير يكون قد هدم عبء كبير كان في السابق هو يتحمل هذه المسائل، كانت السياسات المركزية، النظام البائد وغيره، هذه الشماعة التي كان يعلق عليها كثير من الناس، هذه التوترات والاحترابات الغبلية وخلافه. لماذا مع زوال النظام وانتشار لغة الحرية والسلام والعدالة وخلافه لا زلنا نشهد متفلتين؟ وما أظن في ولاية الآن في السودان تشهد متفلتين كما تشهد ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالة تحديدا. حقيقة الوضع العام يعني الجميع يتطلع حقيقة إلى تحسين الوضع العام سواء كان من ناحية أمنية ومن ناحية معيشية بالنسبة للمواطن. وأعتقد أنه حقيقة إخواننا اللي قادوا حراك السودان العظيم يعني وفي غمرة الترتيب للدولة حقيقة هنالك جانب كبير جدا أنا شخصيا أرى أنه حصل فيه نوع من الإهمال أو نوع من عدم إعطاء الاهتمام بالنسبة له. يعني أثناء الصراع كان ملاحظة الصراع اللي كان موجود يعني ما بين المجلس العسكري وما بين قوى الحرية والتغيير كان حقيقة صراع في إطار مركزية الدولة. ولذلك لو اطلعت على الوثيقة الدستورية بتجد أنه هذه الوثيقة ركزت على الشكل العام للدولة المركزية وتجاهلت تماما الهامش. أنا هنا جاي من الهامش ومن الولايات. حقيقة الولايات يعني الحكم الاتحادي أو الحكم الفيدرالي لم يأخذ نصيبه من ضمن الوثيقة الدستورية، على الرغم من أنه الآن يعني دولة فيدرالية أو دولة يعني اتحادية بتتكون من ولايات بالسلطات، وهذه الولايات حقيقة ما لقى وضعه، وبالتالي يعني هم الآن يعني يدوب فكروا أنه في مستوى مهم جدا من السلطة يعني تم تجاهله في تم تجاهله عشان يجدوا علاجات. إذا ما عالجوا هذه الوضعية القانونية الدستورية بالنسبة للحكم الولائي ستظل المشكلات موجودة. لأنك ما تشير إلى أنه الآن هنالك قصور في مسألة الحكم الولائي والمحلي بفرض هيبة الدولة بصفة عامة. بالضبط في قصور. لأنه يعني الآن سعادة اللواء هاشم محمود خالد وزول يعني انتدب لأن يكون قائدا للفرقة 16 مشاة ووجد نفسه هو فجأة والي ولاية جنوب دارفور. وبالتالي يعني كأنما يمسك الأمر من طرف الخيط الى ان يسلم بالشكل اللي لقاه من دون ما يغوص كثير جدا. واحيانا يتم اتخاذ بعض القرارات هي بتعكس سلبيات. يعني مثلا انا اديك مثال، يعني مثلا منجم كدير، هذا المنجم كان يشتغل فيه حوالي 95,000. ال 95,000 في خلال الستة اشهر يعني كان شغله ممتاز وبنسبة 90% من الفئة الشبابية. فجأة اغلق هذا المصدر بالنسبة لهم وعادوا ادراجهم من المعسكرات الى داخل المدن وغيره 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 وغيره. ماذا يفعلوا؟ ما لابد ده مؤشر للتفلت، لازم يحصل التفلت بهذا الشكل يعني، لانه هم لازم يعيشوا سواء كان المتفلتين، لانه المنجم استوعب حتى المجرمين اللي كان ما لاقين شغل في نيالة. يعني قريبة مشوا شغالين، يعني الواحد بيقضي يوم وبيمشي بيحفر مع الناس وبيشتغل في كرتة بيشتغل في شنو شغال بيسترزق. فجأة صدر قرار بإغلاق المنجم خلال 72 ساعة وتحطم كل الآمال وتحولت جيوش العطالة إلى جيوش العطالة تحول إلى يعني أوكارة السابقة في داخل المدينة، وبالتالي تتوقع تفلت. الشيء الثاني يعني البظهر في المدينة نيالة لأنه مدينة كبيرة، يعني أي حدث بيظهر فوق يعني واضح جدا. يعني مثلا يعني قتل الدكتور الرشيد الله يغفر له، يعني حدث كبير. دكتور الرشيد ما في زول في نيالة ما بعرفه حدث. لكن هل الذي يدور في الريف وفي حوالي المدينة أو بعيدة أو في الأقاصي هل بينعكس ما يدور في الأطراف اكبر او اكثر بكثير بكثير من الذي يدور داخل مدينة؟ وبالتالي حقيقة ولاية جنوب دارفور محتاجة الى اعادة ترتيب قوي في فرض هيبة الدولة، ولا بد يعني انا اعتقد انه
يعني محتاج الى مراجعه في كيف يعني عمليه الاداره للولايه فقط من خلال لجنه امن الولايه فقط. انا اعتقد انه ده ما بيعالج هذه القضيه، وبالتالي الامر يحتاج الى اعاده ترتيب، واظن الكلام ده معني في كل الولايات. عمليه حتى الاسناد، يعني الاخ الوالي من يسد القرار يسند استنادا على المرسوم رقم كم للمجلس العسكري، مع انه ده الان من ناحيه دستوريه ما موجوده، ما مجلس عسكري ما في مجلس سياده، وبالتالي اللينك ما حصل في مجلس وزراء وفي مجلس وزراء، اللينك ما حصل حتى هذه اللحظه ما بين الوالي وما بين مجلس السياده وما بين مجلس الوزراء. الحته ده محتاجه لترتيب، وده مسؤوليه الجهه السياسيه اللي بتدير العمليه السياسيه على مستوى الدوله، ومن اللي ترتيب هذا الامر عشان حقيقه المواطن ما يتضرر نتيجه لعدم تنسيق الادوار او تنسيق مستويات السلطه بصوره اللي بيمكن من ممارسه السلطه بصوره صحيحه. كانك يا باشمهندس انك كل هذه الاسباب انت وضعتها على ضعف الاداره الموجوده الحكوميه في الولايه، سواء كان الوالي او مجلس الاولى او مجلس الوزراء الموجود في الولايه وخلافه. دعني اشارك باشمهندس عبد الرحمن دوما. باشمهندس، هل ترجح هذا الراي ايضا بانه حداثه الطاقم الذي يتولى الان الولايات وعدم وجود مجلس وزراء في الولايه مختص ومحدد، هل هي هذه الاشكالات اسباب حقيقيه وراء توتر الاوضاع وتفشي الصراعات والمشاكل والتفلت الموجود في الولايه مثلا؟ والله ولايه جنوب دارفور بمناسبه يعني ولايه لا تقل يعني حجما من ولايه الخرطوم، ولا هي الولايه الثانيه في السكان بعد ولايه الخرطوم، ولا تقل تعقيدا من ولايه الخرطوم باعتبارها الولايه الثانيه من حيث الكثافه ومن حيث يعني الحركه التجاريه ومن حيث ايضا تداخل البشر. ولايه جنوب دارفور فيه كل مكون المجتمع السوداني في ولايه جنوب دارفور حضرتها نياله تحديدا، وبالتالي نياله بهذا يعني بهذا الزخم محتاجه يعني لمقدرات إدارية كبيرة جدا بحجم تحدي هذه الولاية. وبالتالي أنا يعني قد أتفق مع باشمهندس في كثير فيما ذهب إليه، وأرد أقول إنه تفعيل يعني اللي هي لا 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 الناس بقت تتردد بمناسبة من مسألة بتاعت المحاسبات وما في ضمانات، يعني أنت ممكن تتخذ قرار، حتى الوالي ذاته الآن ممكن اتخاذ القرار في بعض القضايا هو يتحاشاه حتى لا يتحمل مسؤوليات تنعكس عليه في ظل الوضع المايع ده. يعني ما في جهه كده يعني اللي هي كونكريت تقبض او تتكئ عليها في انه انا لو عملت كذا هذا القرار محمي بنص دستوري بنص قانوني او بجهه بتحميل. فدي برضه كثير من الاشياء الوالي برضه بيتردد باعتبار انه هذه فتره يعني انا بشكل او اخر يعني اقضيها بشكل كذا. كثير من الملفات الان معطله، ملفات الاراضي معطله، كثير من الملفات هي معطله بحسبان انه هي مرحله بتاعت اللي هي تقدر مرحله مؤقته او مرحله يعني الانسان يتحسب خطواته فيها بدقه شديده جدا حتى لا يتعثر او يقع في خطا يحاسب عليه، خاصه في هذه الفتره اللي احنا ما بنقدر يعني فتره ما فيها اللي هو دستور كده واضح مع احترامنا للوثيقه، وما فيها يعني بعض في اشياء ذات مختلط حتى على مستوى المركز، يعني فهمهم لكثير من قضايا الحكم افتكر فهم قاصر، والناس لا زالوا في بدايه مرحله، والحمل وقع يعني بشكل مفاجئ، اصبح عملت صدمه للمركز وصدمه للولايات، وهي في النهاية ربنا قال إن عرضنا الأمانة على السماوات، وهي فعلا الجبال أبينا أن يحملنها، فأولى الآخرين أنه فعلا يعني حيتعثروا في حمل هذه الأمانة الكبيرة. فإحنا نسأل الله أنه ربنا يعين القائمين على السلطة ويتبصروا، ونسأل لهم يعني التوفيق، لكن المسألة كبيرة جدا بحجم مدينة نيالة، وبالتالي المواقف زهرت هكذا يعني. باشمهندس عيسى، لنا نتساءل أين دور المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني؟ ولايات دارفور هي الولايات الأكثر الآن تضررا من الحروب طيلة الفترة السابقة، إذا استثنينا جنوب كردفان والنيل الأزرق وخلافه.
أليست من باب أولى أن يكون إنسان الولاية هو الذي يعمل الآن ويطمح للاستقرار، للسلام، للهدوء، للتغيير، بدل أن يظل هو قابع في مسألة صراعات واحتراب وتفلتات وخلاف، ويشكي كل هذه المسائل بأنها هي قصور من الحكومة المركزية؟ أين دور المجتمع؟ ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع في هذا الاتجاه حتى يضغط هو النظام الموجود والمؤسسات الموجودة ويدفع الدفع لتجاه هذا التغيير؟ يتم استيعاب لكل المتفلتين الموجودين، ثقافة السلام تصبح هي واحدة من الثقافات المنتشرة الآن في الولاية. الولاية الآن هي زي ما ذكرت هي حاضنة لكثير جدا من حركات الكفاح المسلح. أين دور منظمات المجتمع في هذا الاتجاه؟ حقيقة مجتمع عموما مجتمع دارفور منقسم على نفسه، سواء كان بالطريقة المصنوعة أم بالطريقة اللي تم اكتسابها طوال الفترة بتاعت بين من ومن هذا الانقسام. الانقسام انقسام قبلي موجود وفئوي أيضا موجود. يعني الشباب الآن اللي ممكن نقول أنه يعني تم تأهيلهم في أو تأهلوا في الفترة الأخيرة من العهد السابق وبرزوا مع الحرية والتغيير، أصبح فئة يعني لا ينظر للفئة السابقة والناس الأكبر منهم بأي نوع من التقدير والاحترام، وهذا انقسام. الانقسام الآخر الموجود هي في إطار السياسات المركزية التي طبقت في مجتمع دارفور يعني تطبيق نظرية فرق تسد، وهذه النظرية حقيقة طبقت بحرفية عالية جدا في دارفور، وبالتالي أدى إلى انقسام المجتمع أثنيا. المجتمع المدني كمنظمات أو كمؤسسات، إن مسكت المنظمات الطوعية، هذه المنظمات الطوعية اللي نشأت في فترة الصراع حقيقة أنا قاعد أسميها pocket organizations، يعني منظمات ما 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 هدفه معالجة قضية إنسانية، هي منظمات أغلبها لمعالجة قضايا شخصية. داري من البيت، داري كبروش يجيبه pocket، يعني ما ممكن زول يكون شايل شنطة يكون شايل شنطة ويقول أنا رئيس منظمة. رئيس منظمة. طيب المؤسسات الثانية هي مؤسسات الإدارة الأهلية، وحقيقة أنا أعتقد أن الإدارة الأهلية واحدة من المؤسسات الموروثة والتاريخية وعندها باع في معالجة كثير من القضايا، لكن في فترة العهد السابق حقيقة حصل له نوع من الهزة لأنه تم تأسيس هذه المؤسسة، وبالتالي وصلت مرحلة لا تستطيع أن تفرض سلطتها على الآخرين. ومع الاستقطابات التي حصلت تجد أن شباب القبيلة أحيانا يعني تم استقطابهم بطريقة أخرى وتجنيدهم، وبالتالي أصبح ناس ذو سطوة وسلاح وغيره، وبالتالي زعيم الإدارة الأهلية لا حول له ولا قوة لن يستطيع أن يفرض شيء أو رأي أو توجيه. وبالتالي حقيقة هذا الأمر يعني محتاج أيضا إلى سياسات مركزية واضحة في أنه يتم تفعيل دور إذا كان أو منظمات يعني ما فعلة، ليه ما تتم مراجعتها عشان يتم إنشاء منظمات فاعلة قادرة لأنها تطرح قضايا هامة وقضايا اللي بتهم المجتمع، مثل قضيتها النسيج الاجتماعي وكيفية التفعيل وكيفية معالجة التعايش السلمي وغيره، وده ما بيبقى إلا من خلال مؤسسات بتاعت مجتمع مدني فاعلة، وهذه الفاعلية حقيقة غير موجودة. أيضا المؤسسات الحكومية التي تدير يعني هذه المنظمات أو تشرف على عمل هذه المنظمات هي نفس الشخصيات اللي كانوا موجودين في العهد البعيد وما زالوا في مواقعهم. هل مع نفس العقلية اللي كان بيدير سيستمر الإدارة بنفس العقلية؟ وبالتالي هذا الأمر أيضا يحتاج إلى مراجعة من الدولة، وأنا أعتقد أنه يعني إخواننا المعنيين بالأمر حقيقة محتاجين إلى أنه يعيدوا النظر ويراجعوا
هذه الإشكال المؤسسات ويعني قوانين برضو احيانا اختلط بتاعت قوانين يعني قانون يعني تلقى مؤسسة مثلا العون الإنساني صراع ما بين الولاية والمركز، هل هو تابع للولاية؟ هل هذه المؤسسة تابعة للولاية ولا تابعة للمركز؟ لم يحسم هذا الأمر. باشمهندس عبد الرحمن، باشمهندس عيسى ربما يكون ذكر مجموعة من الأسباب، واحدة منها وركز أيضا على مسألة الإدارة الأهلية، وأريد أن أقول هذا السؤال لك. الإدارة الأهلية هي واحدة من المجموعات أو الجماعات اللي استدركت مسألة عدم استقرار السودان مبكرا في الفترة الأخيرة بعد الثورة، وجاءت شهدنا اجتماع التاريخ الكبير مع قيادة المجلس العسكري، وتحدثت كثير من المراقبين تحدث عن هذا، هو اهتمام من الإدارة الأهلية بالسودان ومصلحة السودان وحدة السودان وخلافه. ومعلوم أنه تاريخيا معظم الصراعات اللي بتدور في دارفور الأصل فيها بيرجع على مسألة الإدارات الأهلية والحواكير، مع وجود خرط موجودة سواء كان في دار الوثائق القومية أو سواء كان خلفها الإنجليز أو خلافه. هل يمكن أن تعي الإدارة الأهلية هذا الدور الآن وحتى نعيد الولاية ودارفور كلها لتعايش سلمي؟ ما الذي يمكن نطلبه من الإدارة الأهلية تحديدا ومعالجة الحواكير والقضايا الشائكة دي؟ هل يمكن المخرج؟ والله أنا زي ما ذكر أنا ربما لا أتفق تماما مع ما ذهب إليه اللي هو باشمهندس فيما يخص إنه المجتمع الدارفوري منقسم على نفسه. المجتمع الدارفوري مجتمع بسيط جدا، طينة طيعة، فقط الدولة إذا عملت سياسات راشدة تستطيع أن تشكل هذه الطينة إلى ما هو أفضل، إلى ما هو أسهل، إلى ما هو أرشد. وهذا يسوقني إلى سؤالك في إنه الإدارة الأهلية ودورها في الوضع الأمني وكذا. أيضا الإدارة الأمنية واحدة من أدوات المجتمع، وهي أداة يعني سابقا كان عندها دور راشد، رجل إدارة الأهلية، رجل مستقل، رجل همه كله يعني مجموعته الاجتماعية دي يقومها يحفظها يربيها. لكن للأسف الشديد التدخل الرسمي تجاه الإدارات الأهلية وتطويعهم وتسييسهم خلق منه مسخ. هذا المسخ أصبح الآن يشكل بحسب سياسات الدولة. سياسة الدولة إذا عاوز الإدارة الأهلية دي بخلق بها مشكلة الدولة بشكلها، عاوز تتعامل بها كده بشكلها، ده الوضع. فالأسة المشكلة أنا أفتكر تكمن في أنه السياسة الراشدة بالنسبة للدولة، وهذه السياسة الراشدة إذا أصبحت أيضا نابعة من جهاد بعينها. الآن إحنا مثلا ما نراه في جنوب دارفور بالذات حرية والتغيير قحط، يعني عندها ممارسات الآن رايحة تستهدف قيام الناس، مثلا الطلاب، يعني طالب قفلوا المعلمين في فصل، طلاب يعني طالب برضو يعني اللي هو الآن الطالب أصبح هو سيد المدرسة، وده بتوجيه لا يمس لا يوجه لا كذا، حصل تمرد وسط الطلاب. دي ظاهرة يعني بالنسبة لنا إحنا كمجتمع، معليش المجتمع الغربي مجتمع مربع بعد القيام، ما في كذب في الغرب، ما في مع إنه إلحادهم وفسوخ وغيره في ممارساتهم العادية، لكن الحرية حفظت لهم كثير من بعض القيم، ما في كذب، ما في غش، ما في إنت لما تجي المدرسة اللي هو تقيد المعلم في إنه ما يتصرف مع الطالب، ما يدقه، ما يوجهه، هذه ظاهرة سالبة. بالتالي مسألة الرشد في سياسة الدولة، في ممارسة الدولة، هذا الرشد لا يتم إلا عبر إجماع أهل السودان عبر الدستور، والدستور ده لابد أن يتعاطى مع كل الأفكار بحيث أنه يثبت اللي هو الصالح ويلقوا بما هو يعني فاسد في خلق الناس، في دينهم، في مثلهم، في تربيتهم، يلقوه على الحائط. وبالتالي دور الإدارة الأهلية برضو لا هذا الدور لا يطلع من هذا يعني من 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 من, من هذه النظرة اللي بنفتكرها، الدور الرسمي اللي بيتمثل في هيبة الدولة في السياسة الراشدة بالنسبة للدولة. إذا انعدمت هذه السياسة الراشدة الإدارة الأهلية لا خير فيها. نأمل أن تنعدل كل هذه السياسات وأن تستغير كل ولايات البلاد. يحاصرنا الزمن كثيرا لكن لنا بعض المحاور كان نمر عليها. باشمهندس كليكوما قادم من جنوب دارفور توان، يعني الفرق أيام. دعنا نخرج الآن عن إحنا على مشارف ختام الحلقة.
أنا أتحدث عن معاش الناس والاقتصاد. كل الشعب السوداني الآن في ولايات المختلفة يعاني من مزلة الاقتصاد والمعاش وخلافه. حتى في الخرطوم الآن تلاحظون الصفوف سواء كانت في الغوطة والخبز أو خلافه. فلك أن تضعنا في الصورة الآن، كيف يعيش إنسان جنوب دارفور الآن هذه الأيام تحديدا في المعاش والاقتصاد تحديدا؟ والله يا أخي يعني قبل المعاش أنا غير أؤكد نقطة واحدة باختصار، أنا رئيس مجلس تربوي وحقيقة يعني دعاني لمديرة المدرسة وأداني يعني دورية أو أمري صادر من مدير عام وزارة التربية والتوجيه بمنع الجلد، وبالتالي حقيقة المعلمين دخلوا في مشكلة. إذا أدوا واجب لتلميذة عشان تحله ما حله هيعمل له شنو؟ وبالتالي حقيقة دي مشكلة. أنا بتأكد أنه الأمر يحتاج إلى مراجعة. أما أمر المعاش، والله يا أخي يعني نحن فعلا قادمين من نيالة، ووجدنا ما يدور في نيالة أيضا وجدناه في الخرطوم. صب بنزين اللي هو صف الوقود وصف الرغيف ويعني حقيقة هي ذات المشكلة. الشيء الآخر وجدنا أنه أسعار لبعض المأكولات أو يعني المواد الغذائية وهي مصدرها في 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 دارفور أغلى من الخرطوم. يعني كيلو اللحم مع شرموط بقري في نيالة ب 500 جنيه أغلى من الخرطوم. فدي حقيقة واحدة من المشكلة. هل هذا يعني أنه يعني يتم تصدير الماشي اللي أنا شفته في المويل هنا رجعوا نيالة، ولا اللي بيحصل شنو يعني؟ وبالتالي حقيقة أمري معاش الناس هي مشكلة جوهرية، رغم أنه الآن موسم حصاد يعني والخريف ما شاء الله والزراعة إنتاج ما شاء الله، لكن يعني شوال عيش ب 3000 يجيب لك 6 كيلو لحمة، يعني دي معضلة. فبالتالي أنا أعتقد أنه استيل معالجة هذه القضية هي معالجة يعني قضية الدولة وليس قضية المواطن في ذاته. الدولة من خلال السياسات الاقتصادية ومن خلال السياسات الاجتماعية ومن خلال الرقابة ومن خلال توفير حقيقة معالجات حقيقية لموضوع معاش الناس. أما إذا لم يتم معالجة هذه الأشياء والله يعني أنا أتوقع أنه تاني الناس برضو يقولوا تسقط يعني تالت وتسقط رابع، وده ما نخاف عليه. احنا نريد استقرار الدوله السودانيه يعني. باشمهندس عبد الرحمن ربما يكون انت ايضا غادي مكون، لو لك اضافه في والله اضافتي الصورة. انه الغلاء 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 فاحش فوق طاقه المواطن مهما كان كسبه، شنو خاصه القطاع الوظيفي مسحوق. انا لا ادري كيف يعيش. تصوروا الان هنا في خرطوم الرغيفه بجنيه، في نيالة بجنيهين، أما في المحليات كلها بخمسة جنيهات، واللحمة في المحلية وفي الولاية كلها ب400 جنيه بالنسبة للضان، وزي ما ذكر باشمهندس الشرموط بالسعر اللي هو ذكره ده. وبالتالي الحياة غالية، وأي اتصال يجيك من المحلية بسألك فتح الصادر الأسعار شنو الدولار، يعني أصبح المواطن الآن معلق وهو محتار، حتى وصل يسأل عن سعر الدولار لانه سعر الدولار اي زول يعني متمسك بانه هذه الشماعه اصبحت فالاسعار الحاجات المنتجه محليه، لانه اصلا بيوازيها حاجات ثانيه مستورده، اذا ما رفع حاجته لا يستطيع انه يشتري الحاجه المستورده، وبالتالي الاسعار دي تحدي كبير جدا 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 في هذه الحكومه. هو التحدي ربما يكون الان تعاني منه دوله السودان بصفه عامه بكل ولايات المختلفه. نامل ان تنظر الدوله بمؤسساتها المختلفه منزله الاقتصاد ومعاش الناس، وأن يكون هنالك تحسن إلى حد ما في هذا الاتجاه. أعزائي المشاهدين، إلى هذه النقطة يكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها لولاية جنوب دارفور. هل من تغيير بعد الثورة؟ وجدنا أن فعلا التغيير قد تعثر كثيرا حتى هذه اللحظة في ولاية جنوب دارفور. جزء منها سواء كانت التفلتات الأمنية ولا الصراعات داخل المدن والخلافة، ختمناها بمسألة المعاش الاقتصادي الذي يعاني منه كل إنسان السودان بصفة عامة. نأمل أن تتغير الأجواء وتتغير هذه الأحوال باستدراك العاملين او القائمين على الدوله بمساله السلام، حتى يكون هنالك استقرار حقيقي
ونقلة اقتصادية ونوعية للشعب السوداني تعيد الرفاهية لكافة الشعب. هذه تحياتي لكم من هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.